واحد غبي اشترى دباب جلس شهر ما يطلبش الله. ليش ما يطلبش الله؟ كان كل من يصيح له دباب خرج من الطاقة هم وقاطرة يكارح الركاب. واحد اشترى حمار ركبوا دباب للبيت. واحد محشش بزعت الأبل من جنبه بعد يشيف عن نفسه مش محشش قال لهم للبيع. واحد كان يعجبه العيون الحلوة والوسع أبوه وصاه يشتري كبش. اشتري كبش قوي بيموت قال له ده ب20,000 قال له بس يا با عيون. واحد محشش سأل صاحبه المحشش قال له الساعة كم قال له مدري قال له غريبة والله عندي مدري إلا 5. واحد اشتري موتور حلف ما يطلع بولا للقرية امشي ماشي بالموتور في 2 اضواء قال والله ما يجزع لين بينهم صدم ودوا انه المستشفى سألوا انه كيف فعلت الحادث قال لهم والله هنا ماشي وفي 2 موتورات قدامي يجي بجزع من بينهم فعن خشبة بالوسط. واحد محشش جالس جنب بيتهم جزع الشرطة انت من اهل البيت قال لهم لا أنا من كفار قريش. محشش يقول له محشش أنا بردم من المكيف والمحشش الثاني قال له وأنا محمد من الرياض. محشش طاح بحفرة حاول 3 مرات يطلع ما قدرش قال هذه آخر مرة ولا شرقي عمشي. محشش يسوق باص حقاق بعد جالس يكلمهم شوفوا شباب إذا شديتهم حيلكم إن شاء الله إن شاء الله نوصل قبل العيد. واحد محشش راح لعند أبو البقالة قال له يا أخي لو تسمح عندك سكر قال له أيوة قال له ربنا يشفيك. واحد محشش رجع من الحج سألوا انه كيف الحج قال لهم والله تمام الاكل والشرب والسكن ومعاملة تمام وانصح اي حاج يشي يروح يحج ما يروح غير السعودية. واحد محشش رحل الحج ورجع اليوم الثاني سألوا انه اصحابه ما لك ايش اللي رجعك يا استاذ قال لهم والله زحمة. واحد محشش راح يكشف على اسنانه الدكتور قال له شوف يا ابني يشيل لك تقويم قال له هجري ولا ميلادي. يا جماعة واحد محشش فتح محل سمه منقرة الأقمشة الكهربائية لحلاقة الأحذية الغذائية. واحد محشش مسكته الشرطة قلت له اطلع قال لهم يا جماعة والله البيت قريب. في واحد محشش اتصل للمطعم قال لهم عندكم عشاء قالوا له ايوه قال لهم الله المستعان ولا تعزمونا ولا تتصلوا ولا. واحد محشش صدم واحدة قالت له انت ما شفتنيش قال له لا بس والله ما ادري فين. استاذ سأل طالبه قال له الثعلب يولد أم يبيض قال له الطالب الثعلب مكر يا أستاذ وتوقع منه أي حاجة. واحد محشش روح الساعة 3 بالليل فتحت له بنته لطمة قال له فينك للساعة دي. مصطول اشترى لأمه عصفورين واحد يغرد والثاني ساكت أمه قالت له ليش الثاني ساكت يا ولدي قال له يوم الثاني ذا الملحن. واحد بخيل حرق بيته فعل اطفرنا. سأل القاضي المتهم ليش قتلت الرجال بالسكين قال المتهم يا سيدي القاضي والله ظروفي صعبة وما قدرش اشتري مسدس.
واحد محشش قال لصاحبه تشوف الكتابة اللي على الجدار؟ قال له ايوه اشوف الكتابة بس فين الجدار. سكران يسأل محشش، صحيح ماجد عبد الله اخو صالح النعيمي؟ المحشش قال له لا بس تشابه بالاسماء. في محشش يقول احسن خمس اشياء في الدنيا ثلاث: الشاهي والقهوة. في واحد قال لابوه اشتي 5000، قال له كم تشتير بعا 1000؟ والله ما في 3000، ما في الا 2000، هذه 1000 شل لك 500 ورجعت 250. واحد يسأل محشش، قال له الشارع هذا وين يروح؟ قال له المحشش والله من يوم ما عرفه ما تحرك. مرة واحد سافر الغربة ورسل لي مرته بغسالة اتصل لي بعد شهر، كيف الغسالة يا مرة؟ قلت له حلا بس دحوش الجهل صبنتهم. واحد غبي سجل جول، قعدني بالبيت ضيعه.